مشاهدي تحت اللمبة، أهلا بكم من جديد، بنتواصل معاكم في حلقتنا دي من تحت اللمبة. وصلنا لركن طرحة وتوب، واليوم في ركن طرحة وتوب حنناقش موضوع نظرة المجتمع لبعض المهن اللي بتمتهنها البنات. للتعريف بالموضوع ده خلونا نتابع التقرير اللي عديناه حول الموضوع ونرجع. عدد من الفتيات يمتهن بعض المهن المثيرة للجدل في مجتمعنا، زي امتهان الفندقة والسياحة ومضيف الطيران أو ويتر في كافيه ومندوبات مبيعات، أو حتى المهن الفنية زي دراسة البنت للتمثيل والغنى والموديلز. بيكون في جدل كبير في الأسرة، بعض الأسر بتتخوف من عمل البنت في المهن دي، واللي بتنظر ليها باستنكار، وأن النظرة للعاملات في بعض المجالات دي إنهم سهلات المنال، وبيعتقد البعض إنهم ضعيفات. وفي مهن تانية زي بيع الشاي والقهوة، واللي بتفيد الإحصاءات الرسمية اللي نشرتها ولاية الخرطوم، إنه العاملات في بيع الشاي والقهوة من النساء بيبلغوا نحو 2000 سيدة سودانية بتتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة. في أسباب كثيرة بتجعل الفتيات بيمتهنوا زي المهن دي، منها مواجهة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ورغم صعوبة المهمة دخلهم من مال بيساعد في إعالة أسرهم، أو حتى من باب الرغبة في العمل في المهن دي. لكن السبب شنو؟ الخل المجتمع يكون رافض لتواجد الفتيات في مهن زي دي، هل خوفا عليها من بيئة العمل، ولا المجتمع ما معترف أصلا بالمهن للبيت؟ وليه نظرة المجتمع بتكون سلبية أو ناقدة للبنات اللي بيكونوا في المهن دي؟ نظرة المجتمع لبعض مهن البنات، موضوعنا في حلقة اليوم من تحت اللمبة. أهلا بكم من جديد، بعد ما شفنا التقرير اللي عرف لنا بموضوع الحلقة يسعدني أن نتناقش فيه مع الإعلامية رميساء رمزي. أهلا بك يا رميساء. أهلا بك، وبحيي جميع الشغالين في جروب العمل والقائمين على البرنامج. اهلا وسهلا بك، تشرفنا. ومعنا الاعلاميه ريان هاشم. اهلا يا ريان. اهلا يا ريان، شرفتينا ونورت تحت اللمبه. طيب، يعني زي ما شفنا في التقرير انه في بعض المهن اللي بتنتهينا بيت السودانيه، زي التمثيل، زي الغناء، زي يعني تكون مندوبه مبيعات، تكون موظفه استقبال، تكون بعض هذه المهن. يعني العائله في الاغلب بتكون رافضه للتخصصات دي، سواء كان من البدايه في ان هي تدرس تخصصات زي دي، او حتى بعدين لو ان هي لقت وظيفه في المجال ده. الحاجه دي بترجع لشنو يعني برايك؟ والله انا في منظوري الشخصي الحاله بترجع على حسب مفهوم الاسره في انه البيت ممكن تشتغل المهنه دي او ما تشتغل المهنه دي. يعني في اسر منفتحين جدا وما شايفين في عيب اصلا ان المراه سواء تشتغل. انا بحس المهنه انه تكون مقسمه لنساء او رجال، فيها تفرقه شويه او 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 تفكير سطحي زي ما بيقولوا. حسي بقى المهنه زمان كان حتى مهنه الطبيب او كذا بيشوفوا عيب انه انا بنتي تبقى دكتوره، لا تكون قاعده في البيت. وفي حين الزول ده ذاته اللي بيتكلم في انه ما داير يخلي بنته تتعلم، ما بيرضى يسوق مثلا مرته لزول يكشف عليها، فهمتها؟ فهو اصلا متناقض في الحاله دي، مع انه في العلم في الدين ما حدد انه المراه تاخذ المهن دي او الراجل المفروض ياخذ المهن دي. فبحس كله سواسي. يعني برجع في الألفية الثالثه في 2016 لغايه الان لسه في عائلات بترفض انه بنتهم تشتغل شغل ميداني، رفض تام. ممكن تقرا الكليه باعتبار انها قرت جامعه وتخرجت وشالت شهادتها، لكن كونها تشتغل شغل ميداني او شغل في المجال الفني دي لسه عليها نقاط او تحفظات كبيره جدا. بيبدا الموضوع ده من البدايه في تخصصاتها، يعني بنت دايره تدرس دراما وتمثيل وموسيقى، مسكت التخصص بتاعها واصرت انها هي تقرا التخصص ده، لكن اوكي خليها تقرا، لكن في الشغل طبعا لا. طيب يعني حتى من البدايه الرفض لمهن زي دي سببه شنو؟ انه بيت ما تغني، تدرس غناء او تدرس تمثيل مثلا، او تدرس ضيافه جويه مثلاً. عموما احتمال انه يكون التخصصات او المجال زي بيعتمد انه على الدوامات المسائيه اكثر، فبرضه فيها تحفظ كبير جدا انه بنت تجي داخل البيت بعد الساعه 12 او الساعه 1 او تختلط بوسط فني وكذا لسه. ما بالضرورة يعني وسط فني ممكن دي نحن نتكلم فيها، لكن ما بالضرورة انه سبب انها تجي متأخرة او انه الشغل، ممكن الوظيفة تكون صباحية، يعني ممكن تكون مندوبة مبيعات تشتغل في فترة نهائية. مبيعات برضو حتحتك بسوق، السوق ده فيه فئات مختلفة من الناس بأفكاره مختلفة تماما،
برضو ما حيكون حابين انه يعني انا واجهت الحاجه دي. انا كنت حابه المجال الميداني جدا وبدات فعلا لقيت رفض كبير جدا انه لا ممنوع انك تشتغلي في المجال في اي حاجه شغله ميداني. دي واجهتني شديد. انه درستي شنو انت؟ انا درست علاقات عامه واعلام. اعلام، لكن يعني المشاكل واجهتك في شنو؟ يعني في عمل اعلامي ولا لا؟ ما هو انا ما بديت بالتخصص بتاعي الاعلامي. فكان عندي حب انه اعرف اي حاجه، اتمرس في اي حاجه. بتديك دفعه انك تعرف السوق، تعرف تتعامل مع الجمهور. دي اكتر حاجه انا كنت مهتمه بها في الفتره بتاعت التخرج. اول سنه خرجت فيها انك كيف تعرف تتعامل مع الجمهور وتاخذ وتدي معاهم في الاراء وفي انت كاعلاميه واجهتك مشكله زي دي؟ ما بحس انه واجهتني. يلا انا واجهتني مشكله في انه مثلا اول ما جينا مثلا نقدم او نختار مجالنا الدراسي اللي هو بعد كده التخصص اللي حنخش فيه، فانا اهلي ما عندهم مشكله نهائي. بالعكس يعني هم ما دام شايفين انا حابه الحاله دي ما يلا، بس نظره الناس احساس انه بعد ما يعني دخلنا انا واختي، طبعا احنا اثنين بنقرا اعلام، فبس يعني احساس انتوا تدخل اعلام ليه؟ في مجالات ثانيه، في هندسه، في طب. فاصلا الناس ذاتهم تفكيرهم عندنا الدونيه، عندنا الدونيه في انه الطب والهندسه دل مستويات. يعني المجتمع فيه. يعني المجتمع فارض مهن معينه على البنات اللي هي دي المقبوله والباقي لا. ما على البنات بس، لا ما على البنات بس لا. وبعدين بيشوف الحاله دي انه ما كاني قريت. يعني انا مثلا بقرا اعلام ما قاريه حاجه، وين المفروض اقرا هندسه اقرا طب؟ ما يعني انه مهنه ما منها فايده. يعني ده سبب الرفض مثلا لو انه بدايه تقرا مهن معينه ما منها فايده، ولا في نظره؟ خلونا نكون صريحين اكثر، في ضيق بيحصل في المهن دي، مندوب المبيعات تتعرض لضيق، مضيفة جوية بيكون عند حتى نظرة السوق ليها. يعني نظرة السوق كيف؟ ممكن أنا تكون الناس ممكن تشوفها مسترجلة كونها تجيب في السوق معرضة بتعامل. أو معرضة يعني إن أي رجل ممكن يعني يتعامل معها. معرضة لتحرش. معرضة لتحرش. معرضة لتحرش. تحرش. أيوة معرضة لتحرش، سواء كان من والكلام ده قاعد يحصل كثير كثير جدا. دبيات ومهن كده زي شنو مثلا؟ أي شغل بيرتبط بالشغل، الشغل الميداني عموما، الاحتكاك بالسوق، الوسط بتاع السوق عموما ممكن يحصل فيه. طيب ده مش سبب كافي لأنه الأسرة ترفض إنها تقرأ مهنة دي أو تشتغل فيها؟ ما إحنا لو عملنا الحالة دي إنه خلاص قلنا إنه أي بيت أو أي مرة لا المفروض تكون قاعدة في بيت عشان نمنع من التحرر كده، حنخلي البيئة أو المجتمع في يعني حاصرينه في مهن معينة. ما مهن معينة، حتى ما حنخلي إنه المرأة ممكن لو طلعت برا بتقدر تصير دافع عن نفسها لو في تحرش لو لكن أنا قافلة في حتة ما حتقرأ أو تقرأ بس بعد كده ما تشتغل في مجال ميداني. فأنا عارف ميداني يعني ما عندنا إحنا بس في السودان، أنا احتكيت بأجناس ثانية لسه برضو فكرة إنه البيت تشتغل أي حاجة دي لسه فيها عليها برضو علامات استفهام شويين. لا بيجيفوا فيها، لا البيت ما تشتغل اي تخصص، ما تشتغل حاجه مكتبيه كويس يكون عندها دوام معروف من الساعه 7 للساعه 4. انتراكشن. انا بختلف طبعا مع الحاجه دي تماما. اذا كان هي معرضه لمشاكل، معرضه لتحرش، معرضه لضيق في مهن معينه، الشخصيه بتاعت البيت هي اللي بتفرض على الناس التعامل معها. طيب اذا كان في صبغه عامه صبغات بها مهنه، وصف عام ادوا المهنة دي والبنات بيمارسن المهنة دي، يعني اي من المهن اللي ذكرنا ما دارين نحدد عشان الناس ما تعتقد انه احنا بنروج لشيء سلبي تجاه مهنة. الحاجة دي بتكون يعني عائق لانه البنت تتقدم للمهنة دي او تقراها او بعدين تطلبها كوظيفة. والله انا نفس منظوري الاول، يعني البنت مضطره انه هي تقرا ومضطره تشتغل اي شغله عشان نخلي ليه ما مضطره؟ ما في مهن كثيره وفي قرايه كثيره ممكن تقرا. ايش معنى يعني الا تقرا تمثيل او غناء او لانه حاجه حبها؟ ليه ليه نمنع؟ ليه نعمل تميز بين تبقى هي راجل مضطره خالص لو هي مدام حابه المجال؟ ما بتبقى هي مضطره لو هي حابه المجال. انا قصدي مضطره ان هي تواجه المجتمع، هي مضطره ما انه مضطره. هاي في ناس بيضطروا بيخلوا بناتهم هم يقروا، لا يا طب يا هندسه يا كده بس ده. فانا مجبوره اختار منهم. يعني احنا كده يعني فهمتها راجعين، يعني مهما مشينا لقدام بنرجع لورا ثاني. في ناس اسر لحد اسي لا حد بنتي حتى لو دارت تبقى دكتوره لا ما في. الحل شنو اذا كان بيت مندوبه مبيعات او بيت شغاله في سوبر ماركت كبير بتبيع
يعني الحل كله بيدك، لكن الناس بتعتقد انها سهله المنال وانه يعني ضعيفه وإنه والله محتاجين احنا كامه كشعب مسلمين وعرب انه نجيب في الحاجه شويه. ما البيت دي اختك قبل ما تبقى هي جايه موظفه في الـ في الـ في الجوب ده، يا اختك امك كل حاجه، انت المفروض يعني زي ما انت بتعين للبنات الثانيات بنظرتك المختلفه دي حاول انك تعين لها بعين ايجابيه. لا الكلام ما داري انه يكون عام كده او نظريات يعني بتاعت اعلام، لا بتكلم على مضيف الطيران قد تكون معلقه في الجو 12 ساعه وممكن تكون برا البلد ذاته يومين ثلاثه مثلا، المجتمع بنزور لها نظره ضيقه. الوضع الاقتصادي هو اللي بيخلي الناس تستسهل معاك في الحياه، بتخلي الاسره ممكن تستسهل معاك انك تشتغل مضيف طيران بتسافري كل يوم، يعني الاسره بتكون مضطره هي تسمح لها. الوضع الاقتصادي مثلا بيخليهم انهم يغيروا تفكيرهم للحاجه دي. البنات نفسهم ما عندهم دور، الفكره كلها وعي، ما اكثر وعي للاسره، وعي بالذات لما تطلع لو تعرضت لحاجه دي تتصرف كيف، وعي للشباب ذاته انه انا لو اختي في حته زي دي ما حردة، فهمت؟ طيب كله في الموضوع الصبغه العامه مرات بيقولوا ما بيصبغ الحاجه الا بكثره ممارسات، يعني مثلا انه بيبقى يعني موصوف المهنه دي بانها كده يعني او مهنه سيئه او فيها اللي بيشتغلوا فيها بنات بيكونوا متاحات او سهلات المنال. الحاجة دي البنات نفسهم ما قاعد يساهموا في ترويج لها، يعني إذا اشتغلوا في مهنة معينة بتلقاهم مثلا هنا مقتنعات بالقصة دي وخشوا المهنة دي ومضطرين إنه يعيشوا تفاصيلها، هل هي فعلا المهن دي كده؟ أي مهنة فيها سهل، فيها سهل الممتنع وفيها إيجابيات وفيها سلبيات، أي مهنة في ممكن أنت أي وسط فيه حاجة، فيه الناس بتنظر نظرات سلبية ونظرات إيجابية. فما اعتقد انه الحاجه دي واقفه عليها شخص معين حد ذاته او تصرف ذول معين. الصعوبات اللي بتواجه البنات في بيئات عملهم شنو؟ الصعوبات اللي بتواجههم شنو في المهن دي؟ والله كله احنا لو لفينا ودينا كان كله الموضوع في انه تحرش ما تحرش، دي الصعوبات بس ما اكثر. ممكن صعوبات مهنيه كمثلا الزول الشغال المهندس معماري، بحس دي ما مهنه. اوكي في بنات لكن بحسها كالبنيه الجسديه للمراه ما بتسمح لها. اوكي احنا نعم تفضل. اي فيا انه كيف انها تواجه تحرش وكذا وكذا، يعني الحالات النقاط المتعلقه بانها متعرضه للتحرش في حاله زي دي، او كمهنه انها ما بتقدر تعملها كمثلا انه مثلا المهنه اللي بتكون زي ما قلت لك المهندس معماري او كذا ما بتتحمل الجسديه، فبحس دي العوائق عموما دي. بالعكس يعني انا شايف مهنه زي الهندسه المعماريه مثلا البنات كون انه هذا المبنى الضخم الكبير عملته المهندسه دي وخططته وصممته ده مثير، ايوه مثير للاهتمام والاحترام الشديد يعني لكن احنا بنتكلم على مهن المجتمع بنظر لها انها ما لايقه بالبيت لانه سمعه المهنه ما كويسه، هم بيقولوا كده بيفترضوا انه البيت دي ضعيفه انه مندوبه المبيعات بتتعرض وبتلاقي رجال كتار يعني وعندها غرض انها دايره تبيع. بناتنا محصنات، بناتنا قويات في إرادة في شخصية نقدر نواجه الحاجة جداً بشكل جداً كامل جداً جداً جداً. دي إجابة قاطعة 100% متأكدة منها أنت؟ لا أنا واحدة منهم. عن نفسك ولا احنا بنعمم؟ الصعوبات اللي بتواجهني أنا أعكس الحاجة دي للناس أنه أعكس عكس اللي أنتم بتفكروا فيه وأنه البنات سهلات لا إطلاقاً. نتكلم على الآخرين برضو ما برأيك؟ دي بحبها ومجال بحبه والبقية واحدة منهم والبقية والله احتمال بتكون بتلاقي ضغوطات ممكن هي تكون استسهلت انها تتعامل مع الناس بالاسلوب ده. ضغوطات من من؟ من الطرف الثاني اللي هو تحرش بها طبعا. ما انا بتكلم عن الحته دي يعني الفكره كلها عموما محصوره في الوعي وبرضه الوعي الديني، الوعي الاخلاقي، الوعي يعني كلها محصوره في الوعي. وعي منه؟ وعي جميع الاطراف، جميع الاطراف، الاسره، المراه الشغاله، الزول اللي ممكن يفكر انه يتحرش او ده كله وعي انه بدي بتمارس في مهنه شريفه وانه ايوه الموضوع كله لو نعم. مشينا وجينا محصور في الوعي، ما عندنا وعي ما حنمشي لقدام، لا يعني كله في الوعي. القدرات عند 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 الفتيات يعني على تغيير الفكره السائده لدى المجتمع بتبدا في البدايه بتصرفاتها هي مع الناس، ولا بالإعلام ولا بالشعارات ولا حتى باقتناع الأسرة، أسرة ما اقتنعت ووصلتها أو احتاجت ووصلتها لحد ما كانت في المهنة. فأنا متكلم على قوة الفتاة على مواجهة التحدي كهذا يعني. والحاجة دي حصلت في مهن كثيرة والناس تجاوزت وصمة يعني بأنها مهن
قد تكون مسيئة للمرأة أو بتقلق ولي الأمر عليها. ما في مهنة مسيئة للمرأة إطلاقا، ما في مهنة ممكن. لا نختلف في ذلك. أنا ما ذكرته هو إنه كيف البيت بتقدر تثبت للمجتمع إنه المهنة دي مهنة عادية زي الأخريات. كيف إذا كان بعض الفتيات اللي امتهنن المهنة دي في نجاحة طبعا بيعيشن الصبغة العامة اللي أدى لها المجتمع إنه أنت في المهنة دي معناها أنت سهلة، معناها زول عشان تقنعيه يشتري منك إن أنت تقربي منه وديت دايره عشان تثبتي في شغلك وتاخدي نسبتك، بيحصل ولا ما بيحصل؟ في نجاح لكن ما في مهنة معينة. في أي مهنة ممكن أعمل الحالة دي؟ التعليم في ممكن وانا دكتور اعمل الحاجه دي ممكن. يعني انتوا الان بتقولوا انه كل المهن اللي ذكرناها دي سواء كان تمثيل او غناء او مندوبات مبيعات او ضيافه جويه او ما الى ذلك من المهن هي مثلها مثل اي مهنه اخرى ما فيها مشاكل؟ فيها مشاكل، فيها مشاكل، لكن احنا ما ممكن نكون محصورين في تعليم في مثلا مجال معين. هم ما المشكله المجال نهائي، ما في المجال. الفكرة كلها تاني هعيد وأقول في الوعي صحيح. ليس أكثر ولا أقل. والوعي هو أصلاً هو سبب تقدم المجتمعات، الوعي الأخلاقي، الوعي الديني، الوعي ده كله. شكراً جزيلاً لكم، أنا شاكر لكم مشاركتكم معنا في تحت اللمبة رميسة رمزي، وشكراً لك ريان هاشم على مشاركتكم معنا في تحت اللمبة اليوم. ولكل المشاهدين لسه متواصلين معكم في هذه الحلقة من تحت اللمبة، حنمشي نشوف فقرة حلول ونتواصل معكم.